An imam fainted whilst praying for Gaza. تعرفت إلى عبادك أنك تجيب دعوة المضطرين، اللهم أنت المجيب وهم المضطرون، اللهم هم المضطرون، اللهم ارفع عنهم البلاء وأنزل عليهم السكينة، اللهم انتقم للدماء التي أريقت وللأنفس التي أزهقت وللأعراض التي انتهكت وللمساجد التي هدمت. يا غارة الله، يا غارة الله، جد السير مسرعة، اللهم إنهم ضعفاء، اللهم إنهم ضعفاء، تولهم يا رب.